اللهم صل على سيدنا محمد.
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. الذنب بارا بك واترك كل دون. الذنب بارا بك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتن مولاي. واسأله السلامة من دار الفتون. لا يضيق صدرك فالحادث يهون. لا يضيق صدرك فالحادث يهون. الله المقدر والعالم شؤون مولاي. لا تكثر لي همي كما قدر يكون. نحن والخلائق كلنا عبيد. نحن والخلائق كلنا عبيد. والإله يفعل فينا ما يريد مولاي. والإله يفعل فينا ما يريد. همك واهتمامك ويحك لا يفيد. همك واهتمامك ويحك لا يفيد. القضاء تحكم فالزم السكون مولاي. لا تكثر لي همي كما قدر يكون. قضى من تعالى بالرزق القيام. قضى من تعالى بالرزق القيام. وفي كتاب منزل نورا للآدم مولاي. في كتاب منزل نورا للآدم. الرضا فريضة والسخط حرام. الرضا فريضة والسخط حرام. والقناعة راحة والطمع جون مولاي. لا تكثر لي همي كما قدر يكون. بسم الله الرحمن الرحيم. كان عليه الصلاة والسلام إذا اشتد به سلطان الجوع تكفيه لقمة الطعام. ماشيا مع الأرامل قاضيا حوائج الأيتام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عفوا عمن أساءه صفوحا عمن ظلمه رؤوفا بأمته تأخذه عليهم الشفقة القلبية. دائم الحمد والشكر صلى الله عليه وسلم. إن وجد شيئا أكله وإن لم يجد نوى الصيام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على هذا النبي المستوصف بهذه الأخلاق الزنية. وأكرمنا بحبه والتخلق بأخلاقه يا ذا الجود والإنعام. صل مع الله الشريف بعرف كريم من صلاة وتسليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل أصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل أصحابه وسلم. اللهم صل وسلم على ذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم على ذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم على ذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم على ذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم على ذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم على ذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم على ذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. عين العيون محمد باب الإله الأوحد. عين العيون محمد باب الإله الأوحد. صلوا عليه ورددوا، صلوا عليه ورددوا. تجد الهنا وتسعد عين العيون محمد باب الإله الأوحد. عين العيون محمد باب الإله الأوحد. صلوا عليه ورددوا، صلوا عليه ورددوا. تجد الهنا وتسعد باب الرجاء فيه النجاة. ما خاب من فيه التجا باب الرجاء فيه النجاة. ما خاب من فيه التجا فانصت له كف الرجاء. فانصت له كف الرجاء. حبيب محمد عين العيون محمد باب الإله الأوحد. عين العيون محمد باب الإله الأوحد. صلوا عليه ورددوا، صلوا عليه ورددوا. تجد الهنا وتسعد من يهوى طه المصطفى. من كل هم يكتفى من يهوى طه المصطفى. من كل هم يكتفى ومديحه ومديحه فيه الشفاء. ومقامه لا يجحد عين العيون محمد باب الإله الأوحد. عين العيون محمد باب الإله الأوحد. صلوا عليه ورددوا، صلوا عليه ورددوا. تجد الهنا وتسعد. هنيئا لعبد طيب الحب قلبه وقام له من سر ذلك حاله.
لعمرك ما كل النساء وإن مشت نساء ولا كل الرجال رجال هم القوم أدناهم إليه حبيبهم لمعناه فيهم رونق وظلال إذا جئت للوادي رأيت خيامهم ولا حد أسلوب الجمال مثال الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يذوب من طلت خيام حبيبهم يذوبون إن طلت خيام حبيبهم وللشوق في طي القلوب نصال صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يئنون ليلا من صميم قلوبهم وللشوق في طي القلوب نصال لهم شيم قدسية جل شأنها وحال ومن طور الرسول خصال الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فكم فرجت فيهم عن الناس كربة فكم فرجت فيهم عن الناس كربة وحل بهم للعاشقين عقال فهم ضمن أبراج النجوم نجومها فهم ضمن أبراج النجوم نجومها وهم للجبال الراسيات جبال يا من جاءنا حقا بشير اعتصمت بحبل وصل تمسكي في حبكم بتشفع وتنسكي وشممت طيب أريجكم بتمسكي
وحلال قلبي في هواكم تهتكي، ورأى العوابل حالتي فتعجبوا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قلبي لأجلك لا يبوح بدائي، فالصف لا يشكو عظيم بلائه. قلبي لأجلك لا يبوح بدائه، فالصف لا يشكو عظيم بلائه، حتى يفوز من اللقاء بوصاله. وغرست مورد سادتي لصفائه، وغرست مورد سادتي لصفائه، فشفيت من عيني وطاب المشرب. لم يكن هجر حبيبي عن قبالا، ولا ذاك التجني ما لنا. لم يكن هجر حبيبي عن قبالا، ولا ذاك التجني ما لنا. في سحر اللواحد عنكم.
وأحداق الحدائق منشدا لعين تجازى ألف عين وتكرم. فيا عرب الوادي المليء حجابه وأعني به قلبي الذي فيه أنتم. الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا من أماتوا اشتياقا وصيوا مدامعنا غسلا لنا وتيمموا مناتم تحيات السلام لموتنا غراما وقد متنا الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عن رجل رامة إن رامة منتهى أملي وغار
الله صب بالحجاز متيم لله صب بالحجاز متيم ضام إلى ماء المحصب صادي لله صب بالحجاز متيم ضام إلى ماء المحصب صادي هجر الهجير مهاجرا عن أرضه يدنو له واد ويبعد واد الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من إلى ماء المحصب صادي يبغي الكرام الغر أرباب العلا المحسنين المطعمين الزادي يبغي كرام الغر يا سلام أرباب العلا المحسنين المطعمين الزادي عن رجل أحمد تلقى عزا فادخا يا سلام عن رجل أحمد تلقى عزا فادخا وبلوغ آمال ونيل مراد يمم نحو المدينة سار الأنوار يمم نحو المدينة سار الأنوار وقف حيما نادينا طه المختار قلب الجريح من الأغيار واشفي قلب الجريح من الأغيار وقل يا أبا القاسم إني هائم وقل يا أبا القاسم إني هائم أعزت قبل قادم بين الزوار عزت قبلني خادم بين الزوار احفظ فؤادك إن مررت بحاجر غباؤه منها الضبا بمحاجر احفظ فؤادك إن مررت بحاجر فغباؤه منها الضبا بمحاجر وعلى
على الكتيب الفرد حي دونه الآساد صرعا. وعلى الكتيب الفرد حي دونه الآساد صرعا من عيون جاذري. يا سائرا بالقلب شوقا كيف لم تتبعه ما غادرته من سائر. بعضي يغار عليك من بعضي ويحسد باطني إذ أنت فيه ظاهري. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويود طرفي إن ذكرت بمجلس لو عاد سمعا مصغيا لمسامري. ولبعده اسود الضحى عندي كما ابيضت لوصل منه كان دياجري. الصاب له باب يحلل وله الله. العدل بقول صغار يا مريد
الصغى إذا تتبى قولي به تصل لله فاذكر الاسم الأعظم وطول كهنا تغنم فاذكر الاسم الأعظم وطول كهنا تغنم وخض بحر الأنام فذاك بحر الله ذلا لمن تهوى فليس الهوى تنمو إذا رضي المحبوب صح لك الوصال تذلل لمن تهوى فليس الهوى تهلو إذا رضي المحبوب صح لك الوصل تذلل له تحظى برؤيا حاله ففي وجه من تهوى الفرائض صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فإن رمت أن تحظى برؤيا جماله تذلل وإلا فالغرام له أهل تذلل وإلا فالغرام له أهل فوالله ما في الكون يعشق غيره والقصد والمأمون والسوء والكل هو الله لا إله إلا الله عن نفسك بالله يحيا قلبك بالله ابنى عن نفسك بالله يحيا قلبك بالله وترك الأمر لله ترتدي في كنف الله هو الله لا إله إلا الله من ربنا صدود إنما أنت المقصود ما من ربنا صدود إنما أنت المقصود فهو رحمن ودود من تولاه تولاه عليكم سرورا أعين الديمين ما أحرم النوم أجفاني وحرمه إلا تغيبكم يا حاضر الحرم الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا جيرة البان لا بنت ولا برحت تبكي عليكم سرورا أعين الديمي ما أحرم النوم أجفاني وحرمه إلا تغيبكم يا حاضر الحرم آه
حمنا كانت قصارا فطالت منذ بينهم غرا من الدر لم تفض المباثمهم إلا سجى يا رسول الله ذي الكرم. الصلاة والسلام عليك يا مبارك الله، الصلاة والسلام عليك يا مبارك الله، الصلاة والسلام عليك يا مبارك الله يا نبي سلامي عليك، يا رسول سلامي عليك، يا حبيب حان طال المدى.
طال المدى ليت لغيبي جبتم عن نظيرا جمعكم في أماني ما دمتم مع لله مجركم سادتي مجركم أحبتي بشرتكم بالآتي أنتم في رحمة الله جمعكم عين الرحمة جمعكم في حكمة ومن حبكم سمى عليكم رضوان الله الرضا مع الرضوان والرحمة كذا لكم نورا تمشون
ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا إلى خير، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقنا في الدين، اشرح صدورنا ويسر أمورنا وتقبل منا صالح الأعمال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. قبل الحديث عن جزئيات الآية، ضرب بعض العلماء مثلا في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأنبياء قبله، فقال: مثل الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم وعليهم جميعا كمثل الوصي على الطفل القاصر، فالوصي على الطفل القاصر لا يقوم بأمره ونهيه فحسب، وإنما يأخذ بيده فيبعده عن الردى ويحمله إلى الهدى، فيكون الوصي ملازم للطفل القاصر حتى يصل به إلى جانب وإلى شاطئ النجاة. فكلما جاء نبي جاء بمنهج يأتي الرسول ويأتي معه بمنهج بالأمر أو النهي أو الزجر عن بعض الصفات أو الأمراض التي كانت متفشية في ذلك المجتمع. فإذا ما قبض الرسول يتناسى الناس ويصيبهم الغفلة والنسيان عن أوامر الرسول، فيبعث الله نبيا من الأنبياء بمنهج ذلك الرسول يوحي إليه بشريعة ذلك الرسول، فيكون ذلك النبي الجديد عبارة عن صورة عملية ومثال عملي وتطبيق عملي لمنهج الرسول الذي قبله، حتى يحفظ شريعتهم من التحريف ومن التغيير ومن التبديل ومن النسيان. فكلما ذهب رسول جاء بعده أنبياء، وكلما ذهب نبي جاء بعده نبي ليحفظ للناس شريعة ربهم. يقول: ذلك مثل الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا بلغ الغلام القاصر، الغلام الصغير بلغ سن الرشد وبدأ يفهم الأمر ويفهم النهي، جاءه الوصي عليه
لا بصيغة الوصي الذي يأخذ بيده بدون أن يناقشه فيما يريد أن يعمل، وإنما جاءه بصفة الولي الناصح الأمين المعلم الذي هو صورة وتطبيق ونموذج عملي. فقال: الآن بلغت الرشد، والآن أصبحت أهلا لأن تخاطب، وقد جئت معي بالمنهج كاملا الذي يصلح لك ولمن جاء بعدك إلى أن تقوم الساعة. فهذا المنهج المراد منك تطبيقه، والمراد منك العمل بمقتضاه، وأنا موجود معك لأشرح لك وأوضح لك ما خفي أو أبهم من ذلك المنهج، وأعمل بمقتضى ذلك المنهج لتقتدي بي وتأتسي بي. فإذا ما فهمت المنهج أسلمتك إياه وانتهت مهمتي وبدأت المهمة عليك، ولم يأتي وصي عليك أو ولي عليك بعدي أبدا. هذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بالمنهج من عند الله وشرح ووضح وفصل ما أبهم أو أجمل أو خفي معناه على الناس. وليس هذا وحده، وإنما كان هو النموذج العملي. والله تبارك وتعالى أمر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن جميع الشرائع السماوية السابقة جاءت وكلها مجتمعة تجدها في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي المنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو متكاملا. إذن فلا داعي بعد ذلك لأن يأتي نبي جديد بالمنهج أو ليجدد المنهج، لأن المناهج الأولى أوكل الله حفظها إلى القائمين عليها بما استحفظوا من كتاب الله. وأما المنهج النهائي فلقد تكفل الله بحفظه، فلا يحتاج إلى نبي يأتي به من جديد، لأنه محفوظ ولا يعتريه التبديل ولا التحريف ولا التغيير. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هكذا يقول ذلك العالم جزاه الله خيرا. ويقول: إنما مثل النبي صلى الله عليه وسلم في الأنبياء السابقين كمثل المبعوث الحقيقي، كمثل صاحب الرسالة الحقيقي، كمثل الرسول الحقيقي، وجميع الرسل إنما هم نواب عنه ووكلاء عنه. فإذا جاء الأصيل بطل حكم الوكيل. ثم بعد ذلك الأمة الإسلامية، سواء كانوا علماء أو كانوا من عامة الناس، كلهم ملزمون وكلهم مأمورون وكلهم مطالبون بهذا المنهج، بهذا الدين، بهذه الشريعة، ومأمورون بالعمل إفرادا وجماعة، مأمورون بأن يكونوا مجتمعين. كنتم خير أمة أخرجت للناس، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ونهاهم عن التنازع، نهاهم عن الشقاق، لأن في اجتماعهم خيرهم. الخير في رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا ومجتمعا فيه، لكنه في أمته متفرقا. فكل واحد من الأمة الإسلامية فيه جزء من الخيرية التي في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ما اجتمعوا جميعا أصبح فيهم جميعا من الخير مثل ما في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تفرقوا معنى ذلك أنهم تنازعوا وتشققوا وقل خيرهم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والأمثلة كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثلة على فضيلة اجتماع المسلمين وعلى شؤم
تفرق المسلمين. فمن علامة الحياة فيهم أن يكونوا مجتمعين، أو الاجتماع هو علامة الحياة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فإذا ما أصيب الرأس تجد جميع الأعضاء تشتكي، إذا ما أصيبت القدم فتجد بقية الأعضاء تشتكي، إذا إنسان وقع على قدمه حجر فترى أن العين والأذن والفم واليد والظهر وكل الجوارح تتألم لأن أصبع القدم تألم. معنى ذلك أن الجسد فيه حياة، لكن إذا أصيب أصبع القدم أو قطع أو كسر ولم يحس الجسد ولم يشعر، معنى ذلك أن الجسد فيه مرض وفيه خلل، تعطل عمله الحقيقي وأصبح فيه خلل. إذا أصيبت اليد ولم يشعر بها الجسد، معنى ذلك أن الجسد فيه خلل ومرض يجب أن يعالج. يقول بعض الشعراء: وإذا أن بالعراق جريح لمس الشرق جنبه في عمانه، إذا مريض من المسلمين في أقصى الأرض تألم، فإن المسلم الآخر في أقصى الأرض هو الذي يئن. كان سفيان الثوري رحمه الله إذا وقع بالمسلمين شدة في بلاد الهند أو بلاد السند أو ما وراء النهرين أو في البلاد البعيدة، كان يقوم الليل ويبكي حتى أنه كان يبول الدم لشدة ما كان يتألم على ما يصيب المسلمين. إذن هذا علامة صحة الجسد، أن يشعر المسلم بألم المسلم، أن يشعر بأذى المسلم، أن يسعى جاهدا لتفريج كربة المسلم، للتنفيس عن المسلم، لإغاثة المسلم. هكذا هو المسلم الحقيقي، وهذه هي الأمة الإسلامية التي يتداعى بعضها لبعض ويتألم بعضها لبعض. المؤمن أخو المؤمن، هذا من جانب إيجابي. أما من الجانب السلبي: فلا يؤتى المسلمون من قبلك. يوم أحد النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم والذي أوتي جوامع الكلم أوصى الصحابة جميعا بالصبر والثبات والتوكل على الله والصدق في لقاء العدو، لكنه قال كلمة قالها للرماة وعددهم 50 ورئيسهم عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه، قال: لا نؤتين من قبلكم. لأن شؤم المعصية يعم الجميع، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. إذن إذا عصى بعض المسلمين فقد تجر هذه المعصية العقوبة على الجميع. فلا يكن الثغر من عندك، لا يكن الخلل من عندك، لا يكن الخطأ من عندك، لا يكن البلاء يأتي من عندك أنت. فاحفظ الله يحفظك، احفظ الدين. فلما خالف بعض الرماة الوصية من بداية الأمر: لا نؤتين من قبلكم، أي لا يأتينا الخلل من جهاتكم، لا تبرحوا أماكنكم حتى يأتيكم الأمر من عندي، لا تبرحوا أماكنكم ولو اختطفتنا الطير، لا تبرحوا أماكنكم انتصرنا أو انهزمنا. هذه كلها يعني أوامر من النبي عليه الصلاة والسلام للخمسين أصحاب الجبل الرماة. فلما بدأت المعركة وكان الجميع متمسكون بالأمر ملتزمون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل الله النصر عليهم وانهزم المشركون حتى وصل المسلمون إلى خيام المشركين. لكن الخمسين حدث فيهم التأويل الخاطئ، قالوا: لقد انتصر المسلمون وبدأوا يجمعون الغنائم،
فهلما لنجمع معهم الغنائم لنساعدهم في الغنائم. عبد الله بن جبير أمير المجموعة أمرهم ألا يبرحوا أماكنهم، لكن نصف المجموعة نزل، نصف المجموعة نزل 30 وبقي 20. فالمعصية المخالفة لابد لها من نتيجة ومن عقوبة ومن أثر. فماذا كان الأثر؟ نبه الله تبارك وتعالى المشركين، نبه خالد بن الوليد وكان على المجنبة اليمنى للمشركين، نبهه إلى الخلل، فالتف من وراء الجبال وجاء إلى الرماة من الخلف فقتل من بقي منهم، ودخل بين خيمة النبي صلى الله عليه وسلم وبين المسلمين، فرجع المشركون وطوقوا المسلمين، أحاطوا بهم من كل ناحية، وكان الأمر يقتضي إبادة المسلمين، الإبادة التامة، لكن الله تبارك وتعالى أراد أن ينبههم ويعلمهم من هذا الدرس أن المخالفة نتيجتها شؤم على صاحبها وعلى من معه. ثم بعد ذلك، بعد أن فر المسلمون وبعضهم وصل إلى المدينة وبعضهم صعد إلى الجبال لأن الموت، لكن الله تبارك وتعالى تاب عليهم وقبل توبتهم ورجعوا إلى رسول الله، وكانت الخسائر أقل ما يمكن تصوره، 10% فقط نصر المسلمين. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. إذن غسلت تلك المخالفة ولقد عفى الله عنهم، الحمد لله. فرجعوا بعد ذلك، فلما أن خرج النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني في غزوة حمراء الأسد وكان المشركون قد هموا بالرجوع، قال والذي نفسي بيده لو عادوا لقد سومت لهم الحجارة، أي ليرجمون كما رجم أصحاب الفيل، كتبت أسماؤهم على الحجارة، لأن المسلمون صدقوا، فلما صدقوا ينزل الله النصر، وإذا أنزل الله النصر يكون النصر من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب، جنود الله لا يعلمها إلا الله، فلا تسأل كيف، ينصرك بالريح، ينصرك بالحجارة، ينصرك بالطير، ينصرك بجنود لا يعلمها إلا هو، بالملائكة أو غير ذلك. فالنعاس جندي من جنود الله، والمطر جندي من جنود الله، والرمال جندي من جنود الله، واسأل أيام بدر كيف كانت تلك كلها جنود من جنود الله، كانت سببا في نصر المسلمين. المهم في القضية كلها أن تكون عبدا لله مستقيما على طاعة الله، استقم على طاعة الله، والله تبارك وتعالى هو صاحب النصر، وما النصر إلا من عند الله، بس استقم، ولا يؤتى المسلمون من قبلك. مع الجماعة لكنك إذا خرجت من المسجد كأنك لا تعرف الدين، إذا ما دخلت السوق لا تعرف الحلال من الحرام، وهذا لا يجوز، لا يدخل في سوقنا من لا يفقه الحلال والحرام وإلا أكل الربا وهو لا يدري. من يدخل السوق والبيع والشراء يجب عليه فرض عين أن يتعلم أحكام البيع والشراء وما يجوز وما لا يجوز، مو أي واحد يدخل السوق ويقوم يبيع ويشتري حسبة صحيحة، يجب أن يتعلم الأحكام. كل إنسان في مهنة أصبح تعلم أحكام المهنة فرض عين عليه هو، يجب أن تتعلم. إن كنت من المسلمين فاتق الله في الإسلام، لا يؤتى الإسلام من قبلك. إن كنت من أهل الطريق فاتق الله في الطريق، لا يؤتى الطريق من قبلك. خطأ المسلم أعداء الإسلام ينسبونه للإسلام، شوف المسلمين شي يسوون،
خطأك مو على يقبلته، آثار خطأك وجريرة خطأك على كل المسلمين تجي. وإذا كنت أنت تنتسب للطريق الفلاني أو الطريق الفلانية، خطأك مو بس عليك، خطأك قاعد يجيب بلاوي لغيرك. اتق الله في نفسك، اتق الله في طريقك، اتق الله في دينك، والأيام معدودة. كم مجلس حضره معنا أحباب كثيرون واليوم لا نراهم، ومن يدري أيجمعنا مجلس آخر أم لا. وغد قريب والجميع يرجعون إلى الله ويحاسبون، فلا تغتر. وكم من أيام شباب مضت لكنها في معصية ومخالفة، فمضت اللذة وبقيت الندامة والحسرة. كم من إنسان الآن بلغ من السن ما ذهبت الشهوة أيام الشباب، وذهبت اللذة أيام الشباب، وذهبت المعصية أيام الشباب، ويتمنى لو أنه لم يعص الله في ذلك الزمن. تفنى اللذاذة وتفنى المعصية ويبقى التبعات، تبقى الندامة وتبقى الحسرة وتبقى التبعات، ويبقى الحساب ويبقى الوقوف بين يدي الله. ماذا تقول لله؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن ينبهني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بعض الأسئلة لا تكرمت تفضل. سؤال: يقوم بعض الناس بالذهاب إلى منطقة الجزيرة من أجل العمل، لكن يترتب على هذا الأمر مفاسد كثيرة، من أهمها خروج المرأة أو الفتاة بدون وجود محرم معها، وكثرة الاختلاط بين الرجال والنساء، وترك كثير من الناس الصيام لشهر رمضان من أجل العمل، فما هو حكم الشرع بالنسبة لهذه الأمور؟ طبعا جميع هذه الأمور غير جائزة، كلها غير جائزة. اختلاط الرجال والنساء لا يجوز إلا لحالة ضرورة، فالمرأة تختلط بالرجال بقدر الضرورة أو الحاجة، لكن هناك آداب، لا تتكلم مع الرجال وتحتذر الرجال وتعمل العمل الذي هو ضروري بالنسبة لها لتكسب لقمة العيش. ويكون معها طبعا إن كان السفر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا مع زوج أو ذي محرم، 3 أيام مشيا على الأقدام، وليس 3 أيام بالسيارة، يعني ما يقدر ب80 كيلومتر. لا يجوز لها أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم، ولو كانت بطائرة ولو كانت بسيارة. نعم. أما يفطر شهر رمضان من أجل العمل أو يترك الصلاة، لا، هذا أمر غير جائز، لا يجوز. جزاك الله خير. هل من وقت تكره فيه الصلاة؟ نعم، ورد الأوقات التي تكره فيها الصلاة 5 أوقات، 3 منها كراهة تنزيهية ووقتان كراهة تحريمية. الوقت الأول من الكراهة التنزيهية بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس. الوقت الثاني عند توسط الشمس في كبد السماء، يعني عند الزوال قبل الأذان بحوالي 3 ساعة، هذا الصلاة تكره فيها كراهة تنزيهية. وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذه 3 أوقات مكروهة كراهة تنزيهية. أما الوقتان الكراهة التحريمية فعند طلوع الشمس، لأن ورد أكثر من نهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان ولها يسجد الكفار، فهذا نهي يضاف إلى النهي السابق، فأصبح نهيان في وقت واحد، فالكراهة تحريمية.
وعند غروب الشمس هذا الوقت الثاني فإنها تغرب بين قرني شيطان ولها يسجد الكفار. إذن هذه هي الأوقات التي ورد النهي عن الصلاة فيها، لكن الصلاة التي ورد النهي عنها هي الصلاة المطلقة النافلة. أما إذا كانت صلاة لها سبب فيصلي ولا حرج. فإذا تأخر الإنسان في الاستيقاظ إلى قبل طلوع الشمس ثم استيقظ وإذا بالشمس تريد أن تطلع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أدرك أحدكم من صلاة الصبح ركعة ثم طلعت عليه الشمس فليتم صلاته فقد أدرك الصبح، وإذا أدرك من صلاة العصر ركعة ثم غربت عليه الشمس فليتم صلاته فقد أدرك العصر. إذن هذه صلاة لها سبب فبدأ يصلي الفريضة ولو لم يدرك إلا ركعة واحدة. ثم إذا كان هناك صلاة لها حاجة ولها ضرورة مثل صلاة الجنازة، فصلاة الجنازة يؤتى بها بعد العصر ويصلي الناس ولا حرج ولا كراهة، كذلك صلاة الخسوف أو الكسوف. المهم والشاهد أن الصلاة التي لها سبب لا كراهة فيها، أما الصلاة التي تكره فهي الصلاة بلا سبب وهو النفل المطلق. جزاك الله خير جميعا. إذا كان الرجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصوم وقد يكون يزكي لكنه تارك للصلاة، هل هذا إيش؟ كافر؟ هل هذا كافر؟ لا يا أخي، لا نكفر من قال لا إله إلا الله. هذا الأمر حدث الخلاف بين الإمام أحمد والإمام الشافعي، فالإمام أحمد كان يرى أن تارك الصلاة كافر، ويستدل على ذلك ببعض الآيات وبعض الأحاديث، فرق بين الرجل والكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. استشهد الإمام أحمد أن تارك الصلاة كافر بهذه الأدلة، لكن الإمام الشافعي رحمه الله لا يرى أنه يكفر. نعم هو فاسق، هو عاصي، هو مرتكب لكبيرة، لكن لا يقول أنه كافر. فلما التقى بالإمام أحمد قال يا أحمد تقول أن تارك الصلاة كافر؟ قال نعم. قال الكافر كيف يسلم؟ قال يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال الرجل مديم على قولها. فسكت الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه سئل هل تصلي على تارك الصلاة؟ قال أصلي على من قال لا إله إلا الله. إذن تارك الصلاة هو عاصي معصية كبيرة من الكبائر ويستحق بموجبها النار، لكن هل نكفره؟ لا نكفره إلا إذا تركها إنكارا لها وجحودا. إذا قال الصلاة مهي فرض، الصلاة مهي مطلوبة، فهذا كافر بتكذيبه للقرآن، وكافر لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. أما فعله فهو فعل الكفار، الفعل فعل كافر لكن لا نكفره. صلى الله على سيدنا محمد. جزاك الله خير. هذه الصلاة فرضها أنها ما هو مفهوم ومفهوم السؤال يعني الخط الخط زي يعطيني غير كان خلص بعدين إذا كان في وقت. ما هو حكم إدخال الهواتف النقالة وفيها آيات قرآنية؟ ما حكم إدخالها للمساجد؟ جائز، لكن ما هو حكم إدخالها إلى الخلاء؟ ما أعرف. قد يسقط منه، وقد يعني العلماء مختلفين في إدخال الآيات القرآنية إذا كانت في مجلد أو حطوطة في جلاد يحفظها من الماء أو من النجاسات أو يأمن وقوعها، أجازها بعض العلماء ومنعها بعضهم.
هل يشترط في قراءة الفاتحة في الصلاة تحريك الشفتين أم تكفي القراءة في القلب؟ لا، لا تكفي القراءة في القلب، يجب أن يقرأ، والقراءة هي أن يحرك اللسان، القراءة أن يحرك اللسان. إذا لم يسمع غير نفسه فهي سرية، إن أسمع غيره فهي جهرية، لكن إذا لم يحرك اللسان وإنما مرت القراءة على قلبه فهو حديث نفس وليس قراءة. فيجب على قارئ القرآن أو قارئ الفاتحة في الصلاة أن يحرك لسانه بها. جزاك الله خير جميعا إن شاء الله. هذا حاط ثلاث أسئلة وطوال وكل واحدة بكلمتين. أرجو أن تتكلموا عن الربا. طبعا الربا، صاحب الربا الذي يأكل الربا أعلن الحرب على الله، والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. آية قرآنية، أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. بيع العينة، بيع العينة ذكرناه مرات كثيرة تكلمنا عليه، أن الرجل يبيع إنسان بضاعة، خذ هذه البضاعة بألف ليرة سوري لمدة ست شهور، لما استلمها يقول بيعني إياها اشتريها منك هالساعة 800 ليرة، اعطاه 800 نقدا وهو مطلوب بألف بعد ست شهور، يعني حيلة من شان المال. هذه بيع العينة، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع العينة، إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ماذا يعمل المظلوم أمام الظالم أو أما الظالم؟ يستنصر بمن ينصره. جزاك الله خير. ما بحد ينصره، يصبر ويحتسب، وعند الله لا يضيع حقه. نفسي وشيطاني تغلبوا علي فما المآل؟ الرجوع إلى الله، ففروا إلى الله، غلبه النفس وغلبه الشيطان فكيف يتصرف؟ يفر إلى الله ويرجع إلى الله ويتوب إلى الله ويعتصم بالله. جزاك الله خير جميعا إن شاء الله. قال إذا مرت امرأة على قوم فشموا ريحها فهي زانية، مو هكذا الحديث يا أخي، إذا ذكرت الحديث فاذكره، لكن حتى ما تقع مرة ثانية لا تقول قال عليه الصلاة والسلام إذا مرت امرأة، يعني يقول يعني مما يفهم من معنى الحديث يفهم كذا وكذا. فالمرأة إذا تعطرت وخرجت على قوم فوجدوا ريحها فهي زانية، نعم. طيب هل تطبق عليها عقوبة الزنا؟ لا، لا تطبق عليها عقوبة الزنا، لكنها تحمل اسما كبيرا وعظيما يوم القيامة، فعليها اسم كاسم تلك المرأة التي زنت، أجارنا الله وإياكم من ذلك، لكن لا يطبق عليها الحد، الحد لا يطبق إلا على الزنا بأربعة شهود أو إقرار. جزاك الله خير جميعا. بعض مدراء المدارس يتراخون أمام أصوات الآنسات، وكثير ما تكون الآنسة خارج الصف أو مع المدير، وبعض الأساتذة في الإدارة أو مع زميلها أو زميلتها في الصف. فرد كلمة إلى هؤلاء المدراء تبين لهم خطر ذلك على الطيب. على كل، سواء كانت مدرسات أو كان طالبات كبار بالسن أو كان أمهات للأولاد، يعني المرأة صوتها إلا لحاجة وبقدر الحاجة، والله تبارك وتعالى أمر نساء النبي ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، لكن لم يمنعهن من الكلام، قال وقلن قولا معروفا، القول الذي ليس فيه تكسر ولا تغنج ولا فيه يعني نوع من الاستمالة. فالعمل ينبغي العمل يعني كما كلف الإنسان به، لكن
يحذر من المخالفات. أما إنسان يقعد ويصير يتكلم مع النساء، مع سواء كانوا معلمات أو غير معلمات، فهو يعرف نفسه أنه آثم بهذا الجلوس وهذا الحديث الذي لا هدف من ورائه إلا إثارة الفتنة وإثارة المفسدة. بعض المعلمين ينقل الطالب الكسلان إلى صف إلى صف أعلى ليتخلص منه وليبتلي به غيره. شو أقول لك؟ يعني اسأل المفتي، اسأل المفتي. فصل الطالب إلى المرحلة الإعدادية لا يعرف حتى الجميع، والله ما أعرف الخط مو واضح علي، ما أدري. السؤال الأخير غير واضح تقريبا مثل الوقت الأول لا نفسه هذه عرفت منها شيء؟ والله ما أعرف منها شيء، لكن هو ألب بعض الشيء والعلواء أنه يسألت لي عن الشيخ عبد الرزاق. الشيخ عبد الرزاق يروح الحج مع الشيخ عبد القادر عيسى عشر سنوات نعم ذكرت أكثر من 10 سنوات عن الشيخ عبد القادر عيسى لمن كان في الحج. أيوة وانت يا شيخ عبد الرزاق رحت على أساس أنه أخي من الحج، ما عدي يعني مو نور فعل السؤال، ما هم كلمات عديدة وما تعرف تقراها، ما أدري هي ذكريات، هي أوامر من الشيخ عبد القادر عيسى، هي صورة عملية تطبيق عملي للعلماء يطبقون يعني نلزم بأن نعمل بها. هي ذكريات من الشيخ عبد القادر عيسى لما كان الحج. نعم. وكان الشيخ عبد الرزاق موجود بالأمام. نعم. أكثر من 30 ورقة من على العباس من شان يأتي إلى حلب لمواجهة الشيخ. ما وجدوا يعني دائما الذكر المفيدة طيبة، والله تبارك وتعالى يعني ذكر في القرآن عن الذكريات الطيبة أو الذكريات التي نجى الله فيها من المحن. فإن كان يعني خير يشكر الله، وإن كان نجاة من محنة يشكر الله. يعني ولقد الآية قرآن حين أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. فالتذكير بأيام الله يوم نعمة تشكر الله، ويوم دفع نقمة كذلك تشكر الله أنه دفع عنك النقم. وهكذا كل الأيام التي فيها ذكريات خير أو ذكريات بعد عن مخالفات ونجاة منها كلها يحمد الله ويشكر الله ويتقرب إلى الله بصالح الطاعات. شكرا لتلك لم يرد فيها شيء، يعني لم يرد أثر لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة ولا، لأنه أذكار الوضوء معروفة الأذكار المسنونة، لكن زمزم أو صحبة ما هي واردة، ما هي واردة. فبعض الناس ينكرها، وبعض الناس يقول ما فيها شيء، لما يدعو إن شاء الله يكون تتوضأ من ماء زمزم، وهذا يقول إن شاء الله نكون صحبة الله يكرمنا بالذهاب فنتوضأ. يعني إن شاء الله ما في حرج عليه. هذا قسم من العلماء يرى هذا، والبعض الآخر يقول هاي بدعة، ما تعجبك لا تقولها إذا شفت فيه دعاء وفيه طلب في هذا الوقت، لأنه بعد الوضوء الدعاء مستجاب. من توضأ فأحسن الوضوء ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، فاغتنم هذا فرصة إجابة الدعاء ودعا لك بأن يكون إن شاء الله وضوءك من ماء زمزم. تدعو ما أدري يعني، نسأل الله التوفيق لنا ولكم. آمين.
اللهم اغفر لنا وسامحنا وتب علينا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين، وافتح علينا فتوح العارفين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك وردنا الى دينك ردا جميلا. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا والحاضرين والوالدين والمسلمين، وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله يتقبل ان شاء الله. ودوم على
التفريز غيره.